زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. محمد البودالي يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. قبل ما نبدأ حلقة اليوم، بغيت نوريكم واحد المشهد طريف جدا أوقع أثناء انتخاب عمدة الرباط. واحد المستشار جماعي ساخط على الوضعية وطالع عليه الدم مزيان، أبدأ المداخلة ديالو بآيات من كتاب الله عز وجل، وبالضبط استعمل الآية اللي كتهضر على المنافقين. نشوفوا أولا المقطع اللي راج في مواقع التواصل الاجتماعي واللي خلف ضجة عارمة. اولا مهما كان الامر، ما خاش هاد الناس يستهزؤوا. راه كنظن بلا شك سمعتوا شحال من واحد كان كيضحك تما، على الاقل ملي كيتجبد كتاب الله وكلام الله ما تضحكوش مهما كان الاختلاف مع هذا الشخص اللي نواصل. صدق الله العظيم. وفي الاخر ختموها بالتصفيقات. القران ملي كيتسالى ما كنصفقوش بيدينا، كنقولوا صدق الله العظيم وكفى. وبطبيعه الحال الناس اللي صفقوا عليه راه غير الاتباع ديالو والناس اللي متفقين معاه في المواقف ديالو من المجلس الجماعي. بالنسبه لي انا شخصيا، مزيان والله العظيم نشوفوا سياسيين كيستحضروا كتاب الله وايات من الذكر الحكيم في بدايه الاشغال ديال الاجتماعات ديالهم. ولكن عندي سؤال، واش هاد السيد اللي كان كيقرا القران هو ايضا كيعمل بكل ايه من ايات كتاب الله، ام انه حتى هو تاجر من تجار الدين؟ العلم عند الله. هذا مجرد سؤال، حيث كثروا تجار الدين بزاف في هاد الايام وخصوصا في العمل السياسي. تجار الدين هما اللي كيستغلوا كتاب الله واسم الله تعالى والدين الاسلامي في تحقيق المصالح السياسيه الضيقه ديالهم. وسبق ليا في حلقة سابقة هضرت على تجار الدين وناضوا شي وحدين من الذباب الإلكتروني ديال حزب المصباح، وداروا عليا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي. قال لك السيد انت علماني عدو الله وانت باغي تحارب الإسلام. وشوفوا أخوتي، هاد الناس كيختزلوا الدين الإسلامي في بن كيران والعشماني والإخوان ديالهم. أما الآخرين فهم علمانيين وربما كفار. اللي ناض وقال لهم خليوا عليكم الدين في التقار، مارسوا العمل السياسي وبلا ما تحاولوا تخادعوا الناس بالدين، كينوضوا وكيقولوا لك أنت عدو الله. واسي رحنا كلنا مسلمين، وبلا ما تحاولوا تستغلوا الدين الإسلامي مرة أخرى في الإساءة إلى مخالفيكم في الرأي. واسي أنا ربما راني نقدر نكون أكثر تدينا وإيمانا منك، رغم أن المولى عز وجل هو الوحيد الذي يعلم بالسرائر، ولكنكم لا تفقهون. كل واحد بينه وبين اللي خلقه، والدين شأن خاص بين المرء وربه، وليس من حق أي كان أن يقول هذا مؤمن وهذا كافر. يقول المولى عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو الدين الإسلامي الصحيح، لا إكراه في الدين. اللي بغى يعبد ربه هذاك شأنه، واللي ما بغاش منه اللي خلقه، بلا ما تحتاجوا تمارسوا علينا الوصايا في الدين. المهم نخليو هادشي كله ونجيو الآن لأهم الأخبار ديال نشرة اليوم. وفهمت سطاع عباد الله، حزب العدالة والتنمية ومن بعد ما وجه حملة وتهم كثيرة لعزيز أخنوش، أعضاء الحزب ديالو كيصوتوا لصالح أخنوش من أجل الحصول على عمودية أكادير. في واقعة مثيرة، فاجأ أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير جميع المتتبعين بالتصويت لصالح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، واللي كيجمع في سابقة في تاريخ المغرب ما بين منصبين، هما منصب رئاسة الحكومة ومنصب عمدة مدينة. والغريب أن كل أعضاء البي جي دي بمن فيهم الكاتب الإقليمي للحزب والنائب الأول لرئيس الجماعة في الولاية السابقة محمد بكيري، ووكيل لائحة المصباح في الانتخابات ونائب الرئيس في الولاية السابقة محمد بن فقيه،
والنائبة البرلمانية الحالية ونائبة رئيس المجلس سابقا نعيمة الفتحاوي، جميعهم صوتوا لصالح أخنوش. والأكثر من هالشي كله أن باكيري انشر تدوينة على صفحته في الفيسبوك تمنى فيها التوفيق للفريق الجديد لجماعة أكادير. والأغرب أيضا أن هؤلاء البيجيديين الذين صوتوا اليوم لصالح أخنوش كان حزبهم يوجه مدفعيته باتجاه الرجل خلال مرحلة الحملة الانتخابية، كما كانوا يرمونه بتهم كثيرة ويعتبرون بأن وزير الفلاحة والصيد البحري قد فشل في مهمته. الآن ما بقاش فاشل، والآن ولاو كيتهافتوا على التصويت عليه. أشنو من مور هادشي؟ الله أعلم، اللي عنده شي معلومة يحطها ليا في ركن التعليقات. وفي موقف مشابه أيضا فوهبي ديال البام، ومن بعد ما كان كيتهم حزب الحمامة ورئيس أخنوش بإفساد العملية الانتخابية كيتراجع على كل المواقف ديالو في رمشة عين، وكيقول بأن أخنوش غادي يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وقادر على تنفيذ تعهداته واللي منها الأجور اللي على بالكم. فمن بعد الهجمة الشرسة اللي شنها لحزب التجمع الوطني الأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي كين قالب على نفسه وعلى مواقفه 360 درجة، وكيبدأ يكيل في المديح والثناء لحزب الحمامة والرئيس دياله وهبي. ومن بعد ما وجه سيل من الاتهامات لحزب التجمع الوطني الأحرار واتهمه بشراء أصوات الناخبين وإفساد العملية الانتخابية من خلال تصريح قدمه الوكالة فرانس بريس الممولة من طرف الخارجية الفرنسية، كيرجع بين عشية وضحاها ليعتبر أن تجربة رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش في عالم المال والأعمال والتجارة غادي تعطيه فرصة قوية لإعطاء رؤية واضحة حول التعامل مع القضايا الاقتصادية للمملكة عند إدارته للشأن العام. وهبي وفي حديثه الجديد القناة الألمانية قال بأن تجربة أخنوش في عالم المال ستمكننا من إعطاء دفعة للاقتصاد المغربي. والمثير أن دفاع وهبي عن أخنوش جاء أيضا عبر الإعلام الدولي من خلال تصريح أدلى به هذه المرة لقناة دوتشي فيلي الممولة كذلك من طرف الخارجية الألمانية. والأكثر غرابة أن وهبي دافع عن البرنامج الانتخابي لأخنوش الذي كان هو نفسه ينتقده ويشن عليه حملة غير مسبوقة، خصوصا ما يتعلق بتوفير مليون منصب شغل، وقال بأن هذا يمكن تحقيقه على أرض الواقع بعدما كان يعتبر الأمر مجرد وعود زائفة. إيوا خوتي، باش كتسميو هادشي؟ وشنو هو التوصيف الأنسب للمواقف المتذبذبة والمتغيرة سريعا والحربائية للسيد عبد اللطيف وهبي؟ أتمنى أن تتركوا آراءكم أيضا في ركن التعليقات. ومن طرائف نتائج هذه الانتخابات نريد لكم خبرا حول المجالس الجماعية عندما تتحول إلى مجالس عائلية ويتوارث أفراد العائلة رئاستها. فعلى غرار مجالس جماعية بعدد من مناطق المملكة، شكل المجلس الجماعي لجرف الملحة بسيدي قاسم من عائلة الحرفي أو الحرفي بعد نجاحها في تثبيت أقدامها داخله، وظفر الابن فريد الحرفي الفائز في الدائرة الأولى باسم حزب الاتحاد الدستوري برئاسة جامعة جرف الملحة مرة أخرى بعدما ترأسها في الثلاث سنوات الأخيرة خلفا للرئيس السابق المعزول من طرف وزارة الداخلية بسبب حكم قضائي. وتواصل استحواذ عائلة الحرفي على المجلس الجماعي بانتخاب عبد الرحمن الحرفي وهو والد الرئيس فريد الحرفي والمنسق الإقليمي لحزب الحصان نائبا أولا. كما زادت شقيقة الرئيس فريد الحرفي من توطيد أقدام العائلة داخل المجلس الجماعي لجرف الملحة بعد انتخابها نائبا خامسا لأخيها الرئيس فريد الحرفي، والحال ذاته ينطبق على جماعة سيدي محمد بن الحسن بتيسة بتاونات، حيث وارث البرلماني السابق محمد السلاسي المنتمي لحزب التجمع الوطني الأحرار رئاستها عن والده. والأكثر من ذلك اتخذ اثنين من عائلته نائبين له. هاد الناس فكروني في واحد المثل المغربي كيقول خيرنا ما يديه غيرنا. وقبل ما نختم معكم هاد الحلقة أيضا بغيت نخليكم مع واحد المقطع في غاية الأهمية وكيتعلق بأصغر رئيسة جماعة في المغرب كاينة في عامر ضواحي مدينة سلا، واللي تعرف عليه الرأي العام الوطني من خلال هذا المقطع. فطاح ابتسام عمر 20 عام حبوي لحق حبوي لحق زدت في عامر وسلا عامر وسلا زادت جوج بلايص. اللهم قوي إيمانا. أصغر رئيسة في المغرب وفرحانة بزاف باللي أنا أصغر رئيسة. الناس ثقوا فيا الحمد لله وصوتوا عليا، وأنا كنشكر عامر كاملة كنشكرها بزاف وتستاهل محسن.
اول حاجه المدرسه، ثاني حاجه ترانسبور، وثالث حاجه الطرقان. وي انا مستعده، انا كل ماكش مستعده كاع ما ندخل هادشي، ما ندخلش هادشي حيت انا كيبقاو فيا عامر بزاف. اش كتقول؟ حيت انا كيبقاو فيا عامر بزاف، وانا كنشكرهم بزاف اللي ثقوا فيا وصوتوا عليا، حيت ما كانوش عاطيين عامر حقها. واش ولدك واش انت تطريب؟ وي هذا هو السبب اللي خلاني انا نزيد لهاد الانتخابات، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ايوا واش بغيتوها سكان عامر، ما يكون الا الخير مع اصغر رئيسة جامعة في المغرب. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا عن الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفل، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر أكثر. وبالنسبة للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هذا لاشين، كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.